متابعينا الكرام، متابعي قناة دبي ريسنج وقناة ياس الرياضية وقناة العين والقنوات الناقلة لمهرجان ولي عهد دبي الذي ينطلق هنا في ميدان المرموم في مساء سن اللقايا من هجن أصحاب السمو الشيوخ، حيث أعلنت ثالث انطلاقات هذا المساء الجميل. الخمسة كيلومترات هي الحاضرة، شهدنا الأشواط الرئيسية وشهدنا تألق أيضا هجن الرياسة مع هملولة، وشهدنا تألق شاهين مع هجن العاصفة. تهانينا للمؤسستين على هذا الفوز والانتصار، مباشرة مع الوثبة في المركز الأول من هجن الرياسة يقودها في عملية التضمير سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي، يقدم لنا هذا الاسم وهذا الانطلاق على المركز الأول، بينما هملولة في المركز الثاني. الوصول من هملولة لهجن الرياسة بقيادة المضمر علي بن يميل الوهيبي. انتقل بحضراتكم مباشرة الى المركز الثالث، الشاهينية لهجن الرياسة. راشد بن محمد بالسم المنصوري يقدم لنا هذا الاسم، بينما نقلتنا الى الاسم القادم توجيه من هجن الشحانية وسالم بفاران المري في عملية التضمير والتدريب. خذت المركز الرابع، المركز الخامس، الوصول من هملولة، وصل شعار هجن الرياسة الظافر علي بن يميل الوهيبي، بينما المركز السادس ايضا الشاهينية هجن الرياسة محمد بن عتيق بن زيتون المهيري يتقدم، المجازف يقدم هذه الانطلاقة، بينما الدخول الاخر ايضا والتقدم هناك. مشاهدينا الاعزاء، متابعينا الكرام، وصلت ايضا هي اللي هي في المركز ايضا هناك. هناك شعاري هجن الشحانية مع حتايف ومحمد بن خالد العطية يقدم لنا هذه الانطلاقة، بينما هملولة تدخلت لهجن الرياسة والظافر علي بن ميل الوهيبي في المركز الثامن. المركز التاسع شاهينية من هجن العاصفة بقيادة غياث الهلالي. المركز العاشر أيضا وصلت الشاهينية لهجن العاصفة وبقيادة غياث الهلالي. هذا ونيدان الأول، ومنه نتحول إلى صدارة الشوط، إلى المركز الأول، إلى المقدمة الأولى، إلى الصدارة الأولى. الوثبة والشاهينية وهملولة باللون الأحمر هنا ثلاثية مع هجن الرياسة في مقدمة هذا الشوط، باختلاف أيضا المضمرين. هناك العملاق سلطان، هناك المستحيل راشد، وهناك أيضا الظافر علي بن يميل. هكذا الثلاث المراكز الأولى بقيادة الوثبة من هجن الرياسة، يقودها العملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. المركز الثاني الشاهينية من هجن الرياسة وبقيادة المستحيل راشد بن محمد بن سم المنصوري، بينما هناك أيضا هملولة تدخلت وخذت المركز الثالث من هجن الرياسة علي بن يميل الوهيبي. في التضمير والتدريب المركز الرابع، وصل التوجيه ليتقدم شعار هجن الشحانية بقيادة الذهبي سالم بن يابر بن فاران المري. وصلت أيضا الشاهينية على المركز الخامس لهجن الرياسة محمد بن عتيج بن زيتون المهيري. المركز السادس الشاهينية من هجن العاصفة غياث الهلالي. المركز السابع أيضا الشاهينية من هجن الرياسة، أو عفوا من هجن العاصفة بقيادة غياث الهلالي. الوصول ايضا من الشاهينية الزاوية الاخرى تقدم ايضا شعار هجن العاصفة بقيادة غياث الهلالي. وصلت هملولة الهماليل ايضا تدخلت على المركز الثامن والتاسع ليتقدم هناك. مشاهدينا الاعزاء، متابعين الكرام، شعار هجن الرياسة بقيادة الظافر علي بن يميل الوهيبي. 1400 متر، الصدارة الاولى، المنافسة الأولى بين
الشعار الأحمر، هناك ما بين المستحيل، هناك ما بين العملاق، هناك الظافر. الله 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 الله، سن اللقاية، المفاجآت، هنا انطلاقة هذه الفئة العمرية معشوقة الجماهير. هذه الفئة غيرت الشاهينية على الصدارة الأولى، على المركز الأول. من هجن الرياسة يتقدم راشد بن محمد بالسم المنصوري، الكيلومتر الأخير المثير المستحيل يقدم لنا الشاهينية على المركز الأول على الصدارة الأولى. ما شاء الله، تحركت هملولة في المركز الثاني من هجن الرياسة، الظافر علي بن ميل الوهيبي. المركز الثالث، هناك الوثبة لهجن الرياسة، سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. وصل التوجيه، هجن الشحانية، هجن الشحانية قادمة، هجن العاصمة قادمة، ولكن عودة إلى الصدارة الأولى، إلى المركز الأول الشاهينية، هجن الرياسة. راشد بن محمد بن سم المنصوري يتقدم هناك مشاهدينا الأعزاء متابعين الكرام على المركز الأول، على الصدارة الأولى، على المقدمة الأولى، بمعيته هناك هملولة من هجن الرياسة، المستحيل والظافر من مؤسسة هجن الرياسة يقدمون هذه الانطلاقة، هذه السيمفونية الرائعة. إذا مشاهدينا الأعزاء متابعين الكرام، هكذا مشاهدينا الميتين متر الأخير، الأمتار المجنونة، تهانينا لمؤسسة هجن الرياسة على هذا الفوز، تهانينا للمشرف العام على هذا الشعار سيدي معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد الهيان، شعلة نشاط الحمر. تهانينا للمستحيل راشد بن محمد بالسم المنصوري، تسلم يمينك يا ابو النشمي. المركز الثاني هملولة هجن الرياسة، المركز الثالث توجيه من هجن الشحانية، رابعا هملولة من هجن الرياسة، خامسا الشاهينية من هجن العاصفة. تهانينا والناموس على هذا الفوز. نعود بالتوقيت الزمني مشاهدينا الاعزاء متابعين الكرام، الشاهينية من هجن الرياسة 7:21 ثمان أجزاء من الثانية. تهانينا لهجن الرياسة، تهانينا للمستحيل راشد بن محمد بسم المنصوري. المركز الثاني 7:23 سبع أجزاء من الثانية، هملولة من هجن الرياسة، تهانينا لهجن الرياسة، تهانينا للظافر علي بن يميل الوهيبي. المركز الثالث 7:24 سبع أجزاء من الثانية، هي توجيه من هجن الشحانية، تهانينا الهجن الشحانية، تهانينا للذهبي سالم بفاران المري. هكذا كانت أحداث الشوط الثالث الذي أيضا حظت به الشاهينية بشعار هجن الرياسة وبقيادة المستحيل.